طلعت فوق خلاص. ايه ماتت؟ ماتت ايه يا استاذ؟ طلعت فوق في الدور السابع. في السابع؟ وما لقيتوش غير السابع اللي طلعوها فيه؟ طيب اجي لها بكره بقى ان شاء الله تكون نزلت الارضي. ما في اسانسير. المهم يكون في سلم. وصفات فتح احلامك يا ريان. ياه ده لازم يكون رومانسي وبيسمع البرنامج بتاعك. اهو خليكي مرسي خالص. طب المواصفات الاساسيه يعني يبقى حالم طيب، واتمنى يعني انه يبقى جذاب جدا طويل، وياريت يعني يبقى هادي وجريء. هي الحاجات بتروح مني ليه كده؟ وطبعا دي كلها مواصفات اوليه. ايه الطلبات دي؟ طب لو طلبت منك تختاري لي ده تعجيز صفة واحده بس هتختاري ايه؟ الاسئله دي من بره المنهج. يعني لازم يبقى وسيم وسيم. الشريط هيموتني. معتز معتز انا بتصفي يا معتز. انت ايه شريط 24 ساعة؟ مش فاتح ده. انا فتحت لك باب الكاسيت عملت فيا كده. اما لو فتحت لك باب الشقة هتعمل فيا ايه؟ زبالة وبتشتم كمان؟ هات الزبالة يا استاذ طارق.
اجري يا عم تسوق من عندك، في شريط متوحش بره. شكرا شكرا. طاري بيلي زي صحتك؟ اهلا وسهلا. اهلا ازيك يا استاذ فادي؟ عملت لنا ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في النمره. في رقم الموبايل. والله هو الحقيقه يا استاذ فادي اصله يعني البيانات مش تحت ايدي قوي، فانا محتاج بس شويه وقت كده. شويه وقت قد ايه؟ يعني يومين، ثلاث ايام، شهر. ثلاث ايام وتكون جاهز. اوكي. انا هتجنن، هموت واعرف مين اللي وداني المستشفى وجاب لي الورد ده كله. ده حد شكله مهتم بيك يا جميل. ايه ده؟ لا لا لا، المحل شكله في الدور اللي فوق. ارجعي ارجعي. حته هنا بقى مش عارف المحل اهو ده قافل. يلا فين؟ راحوا فين؟ نازل جراج. جراج ايه؟ لا انا رايح المعادي. ادي ده لمراتك. انا معتز. اما تدخل تعال تعال انت اللي تخش. ايه اللي حصل لك يا فادي؟ هحكي لك. تعال. تصدق السقف عندنا حلو قوي يا راجل؟ انا حاسس ان انا مش هشوف الارض تاني يا معتز. تعال تعال. بس يا سيدي، فقلت اروح قبل ما اموت. انا حاسس ان انا على ما اكلمها هكون اتشليت يا معتز. انت قديم وطريقتك قديمه، انت لازم تغير طريقتك دي. انا لا يمكن لا يمكن اغير طريقتي في التعبير عن الاعجاب في الحب ابدا. بص بص بص، بتتكلم ازاي اصلا؟ ما انا مش عارف ابص غير لفوق. يبقى لازم تسمع كلامي. كل حاجه فيك لازم تتغير، شخصيتك وافكارك، منظرك اللي عامل زي امين الشرطه ده. لازم تغير شكلك. انفخ شفايفي يعني؟ شنبك. انفخ شنبي؟ لازم تحلق شنبك. اخلص وياك تجيب سيرة شنبي تاعك. جميلة ازيك؟ انا جاتلي الدعوة اهو. اكيد جاية. هي دي مدرسة معتز، انت بس لو تفهمني هتعمل ايه. سيب كل حاجة عليا وانا هدخلك. يا عم ابو سويلة منزل ايدك، لو عوزته تاني يبقى ربيه. ده لو رضي يطلع. اسم حضرتك ايه؟ عمر. عمر؟ يا عمر. عمر مين؟ عمر ابو لفا. ايوه عمر ابو لفا. اوكي. اصل عارف اكتر مني. اتفضل حضرتك. اوكي. وحضرتك؟ انا صاحبه. لا انا اسفه خالص حضرتك، مش ينفع تدخل. ايه؟ انا متاسف. ايه ده؟ ما تنفعلش، انا هتصرف. خش انت وانا جاي لك. انت ما تاخرش. خش خش خش. ايه يا عم وانت ماشي بظهرك ليه؟ بدور على حد بس. انت مين بقى؟ هفهمك. عمر؟ ما انا هشرح لك اللي. عمر ابو لفا؟ يا دفعة استر عليا. عمر ابو الوفا رجع. عمر ابو الوفا رجع يا دفعة. هو كان هربان ولا ايه؟ يخرب بيتك يا معتز. عمر ما صدقتش لما قالوا لي انك هنا، شكلك اتغير خالص. ايه ده؟ امريكا غيرتك خالص؟ ما انت عارفه بقى هناك امريكا رطوبه وبرد وحر وصهد وتراب. شكلك لسه شقي زي ما انت. مش قوي يعني، نص نص. اهلا. اقصد نسيت اعرفك، امل خطيبتي. اهلا 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 اهلا. صباح الفل. ازيك يا امل؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ انت ابن انكل ميرفت صح؟ تعالوا بابي. امال ايه؟ طبعا واعرف عمك سعاد. ايه الحفله الجميله دي؟ هاي
انا اهو. انت ايه ده؟ انا يا راجل. طب انا وانت ايه؟ ما احنا واحد. لا مش واحد. عشان لما اجي بقى يبقى شاور لي، لان انا مش فاكر شكلي قوي وانا صغير. على فكره كنت شقي قوي وانت صغير. هو احنا عملنا ايه بالظبط مع بعض؟ ها؟ بس عشان امل يعني. طب وانت عاجبك اللي بيعمله امل ده؟ الله، ده انا لسه بشتكي لك من امل تعملي زيه. مش معقول. لخبطتوني. الطالب المتفوق عمر ابو الوفا. انت هو؟ عمر انت هو؟ انا هو. بينادوا عليك.